الله يسعدني، اوقاتكم بالخير والبركه حبايبنا. شوفوا لي هالصنفصه، هذا نحن بنختلف فيه عن الحلبيه، انه بنعمله فستق ناعم، اصابع بالفستق، مو ناعم كثير يعني، فستق مجروش، بس لازم نترك العجينه حتى تنشف عشان ناخذ بقلاوه مقرمشه. وهي سيبنا عم تشتغل بقلاوه بالفستو، الاسية شغل فستو يعني حب، بدنا ناخذ شغله مرتبه. هاي البقلاوه السوريه وهي الغريبه البيضة. وهي ابو عمر شحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا رب، النبي كتر رح بكم. ما هيك معلم؟ ده هو اصل الفيديو امبارح لما نزلنا فيديو على الفيسبوك اصابع، قلت لي قديش فترة الخبيز والحرارة، الحرارة 170 ومدة الخبيز تقريبا 45 دقيقة، والقطر لكل كيلو سكر 400 جرام مي او 400 ملي مي. ومهم جدا موضوع التنشيف، التنشيف، يعني بيشتغل على 170 بتنحط تقريبا شي 30 دقيقة، بعدين بنزل بالحرارة لل 120 او 110، خليها 10 15 دقيقة لتنشف مضبوط، بعدين بسحبها. أكثر مشاكل بقلاوة إخواني اللي عم تقولوا لي عليها، عم تحكوا عليها، إنه عم ترطب بعد فترة، عم بتشتش بعد فترة، عم تروح القرشة منها بعد ساعتين ثلاثة، لأنه ما أخذ التنشيف مضبوط بالفرن. لازم طبقات البقلاوة بتكون منشفة واصل الاستواء لجوا، ما أكون بس أنا عطيتها إنه لون فقط. للأسف هلا اللي عم بصير فينا نحن لما عم نشتغل ببيوت أو مشاريع صغيرة عم نشوف شكلها إنه استوت عم نسحبها، لا، لازم انا اتاكد انه هي البقلاوه نشفت من جوا. وشرحت كثير، اذا بترجعوا لفيديوهات باليوتيوب شرحت كثير عن موضوع التنشيف اخواني، كثير شرحت عن موضوع التنشيف، مهم جدا للبقلاوه بالذات. وحتى مثلا خلينا نقول البرازه بالفرن كمان لازم تكون منشفه مضبوط، يعني لحتى تعطيني قرشه البرازه، اذا بدها تعطيني عضه من جوا بيكون مو قادر استوى صح. فهي المشاكل اللي بتواجهنا بموضوع البقلاوه. مثلا انا خبزت هاي الصينيه اخذت وش وسفل، طيب من جوا ما نشفت، مفروض نزل الحراره مشان ما ترجع تاخذ لون زياده وتصفى. هي موضوع تبخير الرطوبه اللي داخل البقلاوه، التنشيف هو عباره عن تبخير الرطوبه اللي داخل البقلاوه. هي الشغله بتخلي البقلاوه تحافظ على عمر اطول. وشغله ثانيه نسبه السمنه، يعني اذا هي الصينيه بدها 500 جرام سمنه ما بصير احط لها 300 جرام سمنه، لانه ما بتستوي مزبوط، بصير عم تنشوى شوي، يعني كانه عم نمص مص صارت هيك. وكمان موضوع عيارات القطر، ممكن بقلاوه نحط لها قطر خفيف بقوم بتشتش بعد، يعني ممكن تعيش معنا ساعتين ثلاثه عم تقرش بعدين بتشتش. عم بيسالونا على موضوع البقلاوه، عم بحكي عن شغله البقلاوه، الناس بتسال انه مثلا انا اول يوم فيها قرشه ثاني يوم ما فيها قرشه. عم بحكي انا التنشيف له مهم جدا، اذا ما نشف من جوا بيكون في رطوبه، بتطلع الرطوبه بعدين، بس ترتاح البقلاوه بتطلع الرطوبه. وبنفس الوقت كمان عيارات القطر، ما فيني احط عيار قطر خفيف لصنف بده قطر ثقيل. ومعنا شرح من ابو محمد، شو رايك بالموضوع؟ مزبوط. موضوع جلال. الترطيب، موضوع الترطيب، يعني المطاعه عم ترطب او عم تبهت حتى عم يروح لونها. اكثر شيء البهتان له سبب هو التنشيف والعيار القطر. اذا عيار قطر مو دائما البقلاوه نعطيها لون زياده، لانه البقلاوه بعد يوم بتكشف، يعني بنطلعها محمره زياده شوي، ثاني يوم بكشف لونها، لانه هي بتطلع البخار اللي جوا. بس طلع بخار اللي جوا بياثر على اللون، لازم تكون النشفه مزبوط. وقت التحلايه ما تكون يحلي سخن، يعني سخن بسخن، يعني بده يكون مو يعني دغري اقل درجه، يعني هدية. شوي يهديها شوي دقيقتين بعدين يحليها، هيك بتضل محافظه على القرشه تبعها. اما اذا دغري من الفرن على القطر سخن فبتروح القرشه اللي فيها، بعدين فرصه ترطيبها اسرع. على بهالمناسبه وانه ابو محمد معنا، شو مشان تدعم القناه تبع ابو محمد اللي ما عم يشوف حدا فيها؟ ما بدك دعم معلم ولا ما؟
ما عرفنا نظبطها القناه تظبط ان شاء الله. بس كمان رح اود افشه ثانيه لابو محمد كم اشتراك قناه ورد الشام على اليوتيوب بتشوفوا هي السحنه وين كانت تلاقوا السحنه هي الثانيه معها والله اذا زبطت انا يعني هالمخ مليان شغلات بس بدنا نقضيه هيك نمسكون الشغلات اللي بمخه مليان والله يعني بس اما تشتغل على قناه هي يعني تحس انه ما انا راكزه ما انا أنا مثبتة أو شيء فتحس إنه تعبك عم يروح على الفاضي يعني. لا إن شاء الله بتزبط. وإذا حدا عنده معلومات عن تثبيت شو المشكلة اللي عندك أنت تثبيت القناة تثبيت القناة خطأ غير مقصود إذا حدا له بهيك شغلات بالنسبة لليوتيوب يا ريت يفيدنا ودمتم بألف خير ودعمونا يا المعلم عشان يضل عم ينزل شغلات ظريفة صار له فترة موقف يعني الله يعطيكم ألف عافية مشكور معلم هيك معلومات اليوم والجولة السريعة مع أبو محمد والمعمل هاي التسمين تبع البقلاوة شايفين أصابع الفستق وأكيد نهاية لا تنسونا من دعاكم والدعاء للست الوالدة والوالد وكل مريض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من معمل نانورج كان معكم شيف فراس مطبخ ريات شامية.